بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الموسوم بالنبأ العظيم، البرنامج الذي يعنى بالدراسات القرآنية وأبعادها في واقعنا والمقارنة بينها وبين الديانات السماوية والوضعية. أيها الفضلاء، إن قضية الحقوق المالية في الإسلام، إن قضية الحقوق المالية تعتبر من أهم القضايا الاقتصادية التي احتلت مكانا بارزا في كل الأمكنة والأزمنة وبين الإيديولوجيات والأنظمة. وهناك علاقة وطيدة بين العقيدة الإسلامية والنظام الاجتماعي في الإسلام، وتعرف الحقوق وتعرف الملكية الخاصة بأنها الحق في التمتع بشيء معين لتحقيق منفعة لصاحبه أثناء حياته وفي توريثه لغيره بعد مماته. ولا يجوز نزع الملكية الخاصة التي نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة، كيف ذلك؟ الحقوق المالية في القرآن الكريم وموضوع حلقتنا في هذه الأمسية المباركة. باسمكم جميعا أرحب بالضيفين الكريمين، أرحب بالأستاذ الدكتور خليل قاضي المتخصص في العقائد والأديان والقراءات القرآنية من جامعة الجزائر واحد. أهلا وسهلا بك فضيل الدكتور. أهلا وسهلا شافت، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. كما أرحب بفضيل الدكتور محمد فوزغين أستاذ الدراسات القرآنية من جامعة الجزائر واحد. أهلا وسهلا بك فضيل الدكتور. أهلا بارك الله فيك. محمد، الحقوق المالية في القرآن الكريم هو موضوع حلقتنا في هذه الأمسية. ما هي تشريعات الإسلام لحقوق أو لضمان حق التملك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، الشيخ فتحي والشيخ خليل والجمهور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال في الإسلام له منزلة عظيمة، وبالمال تقوم الأعمال، المال قوام الأعمال. وحتى يمضي هذا المال ويكون وسيلة، يكون وسيلة لأداء هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن يصان بضوابط ونظام، يصان في طرق كسبه ويصان في طرق إنفاقه. هذا الجانبان الأساسيان في التعامل مع المال. ومن الأمور المتعلقة بالمال ابتداء حق التملك للإنسان. حق التملك للإنسان حق مصون في ديننا الإسلامي بشكل واضح، فلكل إنسان ما ملكه أنه حق له، لا ينتزعه منه أحد بغير رضا منه. الرضا شيء أساسي جدا، إذا لم يرضى هذا الطرف فلا يحق شرعا أن يؤخذ منه هذا المال، إلا إذا كان في قاعدة أخرى شرعية في هذا الجانب من إجبار القاضي عليه، لأن في ماله حق لي نفقة زوجها ولده أو غيرها من الأمور. تعلق بالمصلحة العامة أو تعلق بالمصلحة العامة في حدود محصورة الحقيقة. هذا الأمر، وإلا فالأصل هو رضا الإنسان، وهذا من حق التملك. ولأجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى في الإسلام أحكاما كثيرة متعلقة بتحريم الغش مثلا، تحريم الخداع. وهذا لماذا؟ لأنه يختلف أو يتعارض مع قبول الإنسان ورضاه. لو عالم بأن فيه غش لما قبل بهذا الغش ولما قبل بهذا الخداع. كذلك منع الله سبحانه وتعالى التعدي والظلم، وحد فيه حدا، يعني حد الحرابة الذين يأخذون ويتعدون على أموال الناس وأعراضهم، أن يقتلوا وصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لاحظ هذا. كذلك منع السرقة، وحد فيها حدا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. لماذا؟ ليصون حق التملك للإنسان. كذلك
شجع من ناحية أخرى، يعني الإنسان لما يشعر بأن الدين دينه ونظامه الاجتماعي يحمي حقه، يحمي خصوصيته، يحمي ماله، ما له المال يعني ما له، فإنه سيقبل على العمل. وهذا ما شجع عليه الإسلام الجالب للسلع للأسواق كالغازي في سبيل الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية المال وحق تملك الإنسان رسخه الإسلام بتشريعات كثيرة حتى يضمن للإنسان اطمئنانه وقبوله في تسيره لماله، فينطلق في هذه الحياة دون أن يخاف تعديا أو يخاف خداعا أو يخاف ابتزازا في هذا الجانب. هذا بعض الجوانب متعلقة. بارك الله فيك دكتور محمد. أستاذ دكتور خليل، لماذا أقر النظام الإسلامي الحرية في الحياة الاقتصادية وحارب التحكم في الأرزاق؟ بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية تحية طيبة لك شيخ فتحي ولشيخنا محمد وللمشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كما ذكرت الحرية مطلوبة في كل شيء، ليس في الجانب الاقتصادي فقط، لأن الحرية بنت الإبداع في كل شيء، ولكن في الجانب الاقتصادي لها أثر كبير جدا على التعاملات المالية. حين يحس الإنسان من نفسه طلاقة في التعامل، لا أحد يتحكم فيه، والأرزاق يتحكم فيها الله تعالى، يعني لا أحد يمكنه أن يدعي أن رزقه عندك، أن رزقك عنده، وإنما الله تعالى هو الذي يرزق ويرزق، وهو الذي يمنع ويمنح، يعني هو رب كل شيء كما ورد في القرآن الكريم. إياك نستعين في سورة الفاتحة، يعني لا يستعان إلا بالله على الحقيقة، يعني نحن نستعين بيننا، يستعين بعضنا ببعض على سبيل أن الله تعالى سخر لنا هذا الكون لخدمتنا. يعني علماؤنا يقولون كيف سخر لك أيها الإنسان السماوات والأرض وما بينهما وكل ما خلقه لأجلك أيها الإنسان، ثم يسمح بحفنة متسلطة في أن تتحكم في أرزاقك؟ هذا لا يكون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وليس في الأرض. بمعنى أن الإنسان حين يكون مطمئنا على هذه الحرية الداخلية له، ستشجعه على العمل، ستشجعه على الكسب، على التملك، على الادخار، الإبداع، على الإبداع، على الهبة، على التبرع، على إعانة الآخرين. يعني شوف الذي يرى إلى الجانب الصرف، الاقتصاد الصرف، هذا لا يشجعه على أن يعين الآخرين، ولا على أن يتبرع، ولا على كثير من أمور الخير. لماذا؟ لأنه يرى نفسه هو الذي كسب هذا، وهو الذي بذل جهدا، وهو الذي عرق من أجل أن يكسب هذا المال. ولكن الإنسان الذي يرى أن المال هبة من الله تعالى له، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وليس من مالك أيها الإنسان. فالحرية في هذا المجال تجعل الإنسان مقدما على العمل، مقدما على السعي، باذلا جهده، باذلا أكثر من جهده. لماذا؟ لأنه يعمل لحياتين. المؤمن لا يعمل لحياة دنيا فانية، وإنما يعمل لحياة باقية، لذلك يقدم هنا لينال هناك. ولكن الاقتصادي والذي لا يرى إلا الدنيا، هذا يعمل لهذه الدنيا فقط. هذا هو الفرق الشاسع تقريبا بين من يؤمن بالله تعالى وأنه سيحاسبه يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة، وأن كل عمل خير يعمله هنا لا يضيع من أجره شيئا، ولا من كسبه، ولا من سعيه. هذا سيكون مجدا نشطا في أن يقبل على مثل هذه الأعمال. بارك الله فيك أستاذ الدكتور خليل. الدكتور محمد، لو نستقرأ يعني القرآن الكريم نجد كل ما يتعلق بالمال تقريبا، بحقوق الآخرين، الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذا المال، ولم يعطي الإذن حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. مثلا ما يتعلق بالميراث وما يتعلق بمال الزكاة أيضا، إنما الصدقة للفقراء والمساكين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يتعلق بالميراث، هل نجد هذا في القوانين الوضعية؟ نعم،
لما نرجع إلى موضوع الميراث مثلا ونقارن بين الإسلام وبين القوانين الوضعية في هذا الجانب الغربية في هذا الموضوع نجد بونا شاسعا على الحقيقة. ابتداء المال لما يكون ملكا للإنسان فأول من يستفيد منه وأول من يتنعم به هو أهله وأقاربه، هو من يكفله، هو من بينه وبينه واجب الإنفاق، من يعوله. وعلى هذا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة على الناس تكففون، يعني تكففون. وهذا هو الجانب فالإسلام يعني يطلب، نعم، وهذا إشكال حقيقة. لذلك يأتي التشريع الإسلامي بالنسبة للميراث ليوزع هذا المال على من يرثه، وليس كل قريب فهو وارث الحقيقة، وليس كل قريب فله نفس النصيب. لماذا؟ بناء على ما يعرف بالتكافل بين الأقارب، ما يعرف بلوازم الإنفاق، ما يعرف بالمسؤولية والولاية، فيه ضوابط في هذا الأمر، وعلى أساسها تأتي تلك النصف والثمن والربع وغيرها والسدس وغيرها من ولا يعني الذكر مثل حظي أنوثيين في حالة، والأنثى تأخذ أكثر من ذكر في حالات وغيرها وغيرها. هذا الجانب الحقيقة مبني على هذا الأمر، أول مقابل إنفاق والتكافل والتكامل أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه الآية الحقيقة بليغة جدا في هذا الأمر. هذا الأمر حتى إن الإسلام حرم أن يؤخذ من مال اليتيم، وحرم أن يؤخذ من مال النساء، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وإن كان هذا ميراث المرأة نفسها، لكن بالنسبة لأخذ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لاحظ يعني واضح هذا. لما نأخذ هذا المعنى إلى الغرب، المنظومة الغربية، نجد شيئا آخر. نجد أن المنظومة الغربية مبنية على الفردية وعلى الحرية، حتى الإنفاق فردي، لا يلزم الإنفاق يعني الزوج ينفق على زوجته وزوجة تنفق على زوجها ولا على الأولاد ابتداء. لاحظ هذا الإشكال، فينتج عنه ما ينتج أنه ابتداء لا يكون في ارتباط بين طرفين زوج وزوجة إلا إذا اقتسم بينهما ذلك المال فيصبحان شريكان في هذا المال. ثم لذلك الأبي أو تلك المرأة أو تلك الأم أن تمنع من تشاء من 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 أقاربها من الميراث. جحد الورثة عندنا في الشريعة سموه محرم قطعا، يعني ومن الكبائر، يعني أن يمنع أحد الورثة من نصيبه مباشر ما يورث هذا من حقد وغل. في بعض الأحيان في الغرب أيضا يعني ينفي أحد أولاده نسبة هؤلاء الأولاد إليه حتى لا يكون له نصيب من ذلك المال. الزوجين لأنهما مشتركان في ذلك المال، إذن ستأخذ تلك المرأة ماله بعد أن يتوفى فيمنعها من ذلك بطرق عديدة، قد يصل إلى شيء من الإذلال أو القتل أو التعدي حتى تخرج من طوقه أو العكس. ففيه كلام طويل في هذا الموضوع وفيه خلل حقيقة. يعني النظام المواريث في دين الإسلام النظام متميز جدا مقارنة بالمنظومة الغربية التي فيها إشحاف، فيها فردية بدل التكامل، فيها جحد للورثة بدل التعاون والتكافل، فيه الإنفاق الفردي بدل الإنفاق الذي يبنى على تلبية الحاجة من الأطراف في دين الإسلام. وهذه بارك الله فيك دكتور محمد. نظام الميراث في الإسلام يعني متفرد كما تفضلت، وأول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يجدوا، وأن زيدا خص لا محاله بما حاباه خاتم الرسالة بقوله في فضله منبها أفرضكم زيد ونهيك بها. علم الميراث هو علم وصعب في الحقيقة ومتعلق بحقوق الناس، وأثيرت حول هذا العلم الكثير من الشبهات من طرف يعني الذين لا يعرفون هذا الدين والذين يتعمدون أن يثيروا حول هذه الشبهات. كيف نرد؟ ما هي أبرز هذه الشبهات وكيف نرد عليها؟ نشوف الميراث هو أبرز حقوق الملكية تقريبا، هذا عند جميع الشعوب. ثم
يجب أن نقارن قبل أن نذكر هذه الشبهة، أن نقارن بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام وما كانوا عليه بعده في الميراث، في مسألة الميراث خاصة. يعني شوف، الشعوب البدائية كان يرث بعضها بعضا، يعني هذا الميراث من قديم، ولكن لا يعطى كل الحقوق. يعني مثلا الأولاد الصغار يعتدى على حقوقهم، اليتامى يعتدى على حقوقهم، الأيامى يعتدى على حقوقهن، بل المرأة نفسها كانت تورث كمتاع، لا ترث، وإنما هي نفسها جزء من الميراث. هذا في البدايات. العالم الغربي اليوم الذي يتغنى بحقوق الإنسان وبأنه يعني يعطي كل ذي حق حقه، إلى الآن في إنجلترا، في لونجلتر، حين يموت الرجل يرثه ابنه الأكبر ولا يرث الباقون، الأكبر هو الذي يرث. وهذا أخذ عن النظام الروماني القديم، يعني النظام الروماني كان يورث الابن الأكبر التركة كلها، ثم إذا شاء منح إخوانه وأخواته، وإن شاء منعهم. من الشبهات التي أثروها حول مسألة الميراث أن الميراث ظلم المرأة، أنها تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وللذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. وهذه هي رد عليها كثيرا، يعني المرأة في ديننا مكرمة، زوجة وابنة وأما وأختا، نعم، يعني تكون وجدة و طبعا تكون في الدرجة الأولى إذا كانت أما، تكون في الدرجة الثانية إذا كانت أختا، ثم ستكون أحيانا تأخذ كما يأخذ الرجل، أحيانا تأخذ أكثر مما يأخذ الرجل، وأحيانا تأخذ ولا يأخذ الرجل، أحيانا تأخذ التركة كلها، بمعنى أنه هذا ليس ظلما لها، وإنما عدم فقه في تفاصيل الميراث. معنى للذكر مثل حظ الأنثيين حالة من الحالات، بارك الله فيك، في أربع حالات فقط يأخذان، تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، في 16 حالة تأخذ أكثر مما يأخذ الرجل، أكثر مما يأخذ الرجل في 16 حالة. يعني ما شافوا 16 حالة، شافوا أربعة. هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون، بمعنى أنك لم تطلع على هذه التفاصيل ثم تصدر مثل هذه الأحكام، وللأسف الشديد يعني روجوها وكأنها حقائق. يعني هناك من المثقفين العلمانيين خاصة، الذي أحدهم نظره محمد الغزالي في مصر، فرج فودة ولا نعم، نظره مناظرة علنية وكذا في مسألة الميراث، وأفهمه الشيخ الغزالي بمثل هذه التفاصيل، ثم اعتذر أنه لم يطلع على مثل هذه التفاصيل. نوال السعداوي الشهيرة هذه العلمانية والمتفرنجة هذه، نظرها الشيخ محمد عمارة في مناظرة علنية موجودة على اليوتيوب، من أراد أن يطلع عليها يعني أفهمها بمثل هذه الأدلة، بمعنى أنه مثل هذه الشبهة مردودة عليهم لأنهم لم يطلعوا على مثل هذا. ثم من الشبهة الثانية يقولون أن الميراث يأخذه أحيانا من لا يستحق، يعني واحد مثلا ترك أموالا طائلة، ابنه من الحمقى، من هؤلاء الذين لا يحجر عليهم، من لا يحسن التصرف في الأموال، ويرث مثل هذه الأموال الطائلة، ولا يعلمون أن الإسلام أيضا رعى مثل هذه الأمور، يحجر على السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بمعنى يكون عليه وصي إذا كان له وصي، وإلا في الدولة تتولى أيضا الوصاية عليه إن لم يكن يعني له أي أحد. بمعنى مثل هذه الأمور يرد عليها بأبسط الأدلة ولا تكلف كثيرا. بارك الله فيك أستاذ الدكتور خليل. الله تعالى، ونحن نتكلم عن حقوق الملكية، إنسان ملك هذا المال له الحق أن يتصرف فيه، يعني والله تعالى أمره بالإنفاق، وقال الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق بين الإسراف والتقتير. الله تعالى حين يتكلم عن عباد الرحمن يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نوسع الكلام حول هذه المعاني. نعم، في المال كما ذكرنا في البداية في ضوابط
في أخذ المال وفي ضوابط في إنفاق المال. نعم. الإنفاق ليس مفتوحا الحقيقة. لماذا؟ لما نرجع للمبدأ العقدي أن المال مال الله. نعم. ليس مال الإنسان، وأنه فرصة للإنسان ليقفز أو لينال به الدرجات العلى في الجنة وينال به الحياة الطيبة في الدنيا، ليس وحده وإنما مع الآخرين، وهذا هو المبدأ العام لتعامل مع المال. لذلك فالمال بين طرفين الحقيقة، الناس بين طرفين، بين مسرف ومبذر وبين مقتر وبخيل. يمنع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني يمنع، وإنه الحب الخير لشديد. هذه قضية الإسراف والتبذير الحقيقة ينتج عنها كوارث. لماذا؟ لأنه وضعت في غير موضعها، لأنه يعني تضييع للمال، وإذا ضيع المال في هذا الجانب فينتج عنه بالضرورة أن المكان الذي ينبغي أن يوضع في هذا المال يبقى شاغرا فارغا، يعني لا لم نستفد منه أو لم نلبي تلك الحاجة. وهذا الشيء المهم، وهذا يورث طبيعة أخرى في الإنسان، وهذا ما يذكره الآن الاقتصاديون والمختصون في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس علم نفس المال بهذا المعنى، يعني بهذا العنوان أيضا، وتجدون هذا عنوان من عناوين، قال تتحول الكثير من الرغبات إلى حاجات. أنا أرغب في شيء، لكن إذا كان لدي المال فإني ألبي ثم ألبي إلى أن تتحول حاجة ينبغي أن ألبيها، في حين لا، ليس بهذا الشكل الحقيقي. نحتاج أن نراجع رغباتنا ونراجع حاجاتنا، هل كل حاجاتنا فعلا هي حاجات أو إنما هي رغبات ونزوات؟ وينتج عن هذا الجانب، وهو مشكل، يعني يصبح الإنسان عبدا لذلك المال، أيضا يصبح يلهث وراء تلبية تلك الحاجات وراء متاعه، وهذا اللهث وراء المتاع. فكلما اشتريت يشتهي شيئا فيشتريه، لن يكفيه هذا المال. أعرف أحدهم، يعني مثال، هذا مثال من الأمثلة، سرق في يوم، سرق 70 مليون في يوم، في مدة 5 ساعات صرف 45 مليون، قريب. أين؟ وهذا شاب يعني صغير، فيما تضع هذا المال؟ غريب جدا هذا الحال. لماذا؟ لأنه الإنسان سبحان الله إذا تحول إلى عبد، تعيس عبده الدرهم، تعيس عبده الدينار. هذا اللهث وراء شهوته، وهذا ينبغي أن نراجع أنفسنا جميعا، ومجتمعنا الجزائري بصفة خاصة في قضية الإنفاق بغير انضباط. وبالمقابل التقتير والبخل، وهذا مشكل كثير أيضا. لما تبخل فإنك تمنع الآخرين، تمنع حاجاتهم، ثم هذا المال ما قيمته؟ لماذا تبخل بهذا المال؟ يعني اغتنم حياتك براحة ضميرك وبتلبية حاجة الآخرين فيسعدون بذلك وبرضوان ربك، وهذا الجانب مهم. لذلك فيأتي الوسط بينهما، قوامة يعني وسط، وهو الاقتصاد. الاقتصاد ادخر درهمك الأبيض ليومك الأسود، لأن الحياة تدور يعني عسر ويسر. ثم في جانب آخر، وهو أن نتعامل بمعقولية، أن نضع المال في مكانه المناسب. نعم المال صالح للعبد الصالح، هذه الضابط العام في قضية الإنفاق. نعم المال صالح للعبد الصالح. بارك الله فيك دكتور محمد. أستاذ الدكتور خليل، وضع الإسلام يعني حدا للتملك والكسب، كما وضع أخرى للتصرف في الملك وتثميره، في الملك وتثميره واستهلاكه. طبعا يعني لو ترك الإنسان هكذا بدون هذه القيود التي تفرض على تصرفاته لبغى في الأرض. الإنسان يجب أن يكسب ماله من حله، وينفقه في محله، من الحل والإنفاق في المحل. هذه القاعدة. نعم. عند المؤمن طبعا، لأن الآخرون لا يهمهم الكسب من الحل، وإنما لا يهمهم الحرام والحلال وكذا. الإنسان خلقه الله تعالى وفطره على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وفطره أيضا على الشح، وأحضرت الأنفس الشح. يعني الإنسان شحيح بطبعه، إلا إذا كان له وازع من الداخل ديني
يبشره بمستقبل بعيد، أن هذا الشح لا يفيده في تصرفه هذا الآن. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا يعني الإنسان هو الذي يتصرف في نفسه، يعني هذه النفس مفطورة على حب كثير من الأمور، الدين هو الذي يلجمها، هذا هو اللجام الحقيقي. يعني الإنسان وإلا لا شيء يمكنه أن يلجمه، لا قانون ولا سلطة ولا كذا، لأنه يغفل القانون سيرتكب ما يرتكبه، والقانون لا يمكنه أن يكون حارسا 100% على الإنسان. بمعنى الإنسان الضمير هذا الداخلي الوازع الديني هذا أهم شيء يرقى إليه الإنسان. ثم الإنسان من حيث تصرفه، العدل هو الأساس في كل تعاملاته، ثم إذا أضاف شيئا عليه ما يسمى بالإحسان فبها ونعمت، وإلا في العدل هو الذي أمر الله تعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا العدل الذي أمر به الله تعالى هو أساس بناء الدنيا، بناء الحضارات. بالله تعالى أهلك أقواما لظلمهم لا لشركهم. شوف في الآية الكريمة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الظلم هنا فسره المفسرون عن بكرة أبيهم أنه الشرك، بمعنى لا يهلكهم على الشرك وإنما يهلكهم على الظلم، كما فعل مع قوم نوح وعاد وهود وصالح أقومهم. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. بارك الله فيك. نعم، يعني ليس ملكا، ما قالهمش خرجوا من مكة لأن أهلها كفار، أهلها ظلام ظالمون. نعم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم الظالم أهلها، وليس من أهل القرية المشركة. نعم الله تعالى ترك الإنسان حر في اعتقاده، نعم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن في مسألة الظلم لأنه يتعدى تصرفك إلى الآخرين. نعم. شوف الشرك يقتصر على نفسك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن الظلم إذا تعدت العلاقة هنا يأتي التعزير ويأتي العقاب الشديد. أهلك هذه القرى، بل استأصل شأفتهم عن بكرة أبيهم، قوم هود، قوم صالح، نعم. قوم لوط، قوم نوح. الدنيا قد تستقيم، شعيب. نعم الدنيا يقول أحدهم تستقيم بالعدل والكفر، ولا تستقيم بالظلم. طبعا ولي مقولة شهيرة لابن تيمية. نعم. قيل أنها لابن المبارك. نعم. ورددها ابن تيمية مرارا في مجموع فتاوى وفي كتبه الأخرى، أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الظالمة ولو كانت مسلمة. لا إله إلا الله. بمعنى أنه الظلم أساس العمران الشيخ، العدل أساس الملك، والظلم مؤذن بخراب العمران، كما هي القاعدة عند ابن خلدون. نعم. بارك الله فيك. والحياة يعني الأمانة لن تستقر في المجتمع الإنساني إلا بالعدل. طبعا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. ظلوما جهولا. جهولا. العدل والعلم. نعم. بارك الله فيك أستاذ دكتور خليل. من هو المكلف بالإنفاق؟ في الإسلام وفي الفكر الغربي. هل الفكر الغربي عندهم إنفاق؟ نعم. يعني إذا تحدثنا عن هذا السؤال فسيكون التقابل بين الرجل والمرأة بصفة خاصة. يعني يلا، من هو المكلف بالإنفاق؟ يعني نحن الحقيقة لما ننظر إلى خصائص الرجل وخصائص المرأة نفهم المبدأ الأساسي في ديننا الإسلامي مقارنة بالمنظومة الغربية. الرجل مكلف بالإنفاق. لماذا؟ لأنه يبتذل، يقبل الابتذال، يعمل أي عمل كان، يخرج، ينشط، يقوم بأي عمل، في صيف، في شتاء، في برد، في ولو كان مريضا ولو كان متعبا، هذه مهمته، وهذه المهمة هي التي تقابل مهمة أخرى بالنسبة للزوجة خاصة والمرأة هنا، وهو الحمل والحضانة والإرضاع. يعني التقابل بين هذا وهذا. إذا كانت المرأة لديها مسؤولية واضحة وهي أنها تنجب النسل وترضعهم
وتحضنهم، ثم بعد ذلك نلزمها بالإنفاق على 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 نفسها وعلى ولدها وعلى أهلها وعلى زوجها، فسيكون في خلل، وهذا هو الخلل الواقع الحقيقة في الغرب. أما لما نقارن بالنسبة للرجل والمرأة، فالرجل يبتدل ويقبل هذا الابتذال مقارنة بتلك المرأة الحقيقة التي لا يصلح للمرأة الابتذال. لماذا؟ لأنه هذا الابتذال ينتج عنه أن تلقى البر والفاجر، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحدث عن الحجاب، أن أزواجك يا رسول الله يدخل عليه أن البر والفاجر. فنفس الشيء بالنسبة للابتذال هذا، والمرأة مصونة، المرأة لها مجالات عمل. لذلك ألزم الإسلام الرجل أن ينفق، زوج على زوجه، أب على أبنائه وبنته، وأبناء على آبائهم وأمهاتهم. هذا بخلاف المنظومة الغربية. المنظومة الغربية لا، الإنفاق فردي، لا يوجد إنفاق كما ذكرت قبل قليل، كل ينفق على نفسه، سينتج عنه كوارث. لماذا؟ لأن الرجل سينفق على نفسه، يعمل وينفق. لكن تلك المرأة في حالاتها الخاصة، في حالة يعني لاحظ، ستحمل مسؤوليتين أو ثلاث مسؤوليات بما لا تطيق، ومع هذا ينبغي أن تنفق. نحن نتحدث عن المبدأ أنه يمكن للمرأة أن تنفق ويمكن للرجل أن لا ينفق، يعني حالات، ولكن الغالب من هو المكلف الأول بالإنفاق هو الرجل في ديننا الإسلامي لهذا المبدأ، حتى تصان المرأة عن الابتذال، وحتى يعطى للمرأة مسؤوليتها الأساسية، وهي ما ذكرنا من الإنفاق ومن الحمل ومن الإرضاع ومن التربية والعناية. والمرأة إذا اشتغلت بهذا فهذا هو الشغل الأعظم الحقيقة. مقارنة بجانب آخر، ناهيك عن التعلم وعن العلم وعن النفع الأمة، كل هذا الكلام نحن لسنا بصدد الحديث عنه بقدر ما نتحدث هل تلزم بهذا الإنفاق. لذلك الإسلام لا يلزم المرأة أن تنفق ولو كانت غنية إلا في حالات خاصة جدا. يعني على النساء النفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالإنفاق جانب من هذه الجوانب. حقيقة الإنفاق لأجل الإنفاق صارت فيه القوامة، لكن ليس لأجل القوامة لأجل الإنفاق، يعني هذا في الاستدلال المنطقي، يعني هذا يؤدي إلى هذا الحقيقة. لكن القوامة ليس بالضرورة متعلقة بالإنفاق، بل هي أوسع من ذلك. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى من يحصنها ومن يحميها ومن يرعاها، وهي ترعى المولود وترعى الناشئة فترعى الجميع. هذا التبادل في المسؤوليات هو من رحمة الإسلام، وعدم هذا التبادل يورث ماذا؟ ضياع المرأة وتحميلها فوق طاقتها، وهذا هو الخسران الحقيقة مما تشهده المرأة في عصرنا الذين عيشوا. بارك الله فيك دكتور محمد. الأستاذ الدكتور خليل، المساواة العادلة لا تكون في الحقوق ولا في الواجبات، بل تكون ظلما فيهما، ولكنها تكون في الفرص والوسائل، كيف ذلك؟ نعم، يعني المساواة العادلة هذه لا يمكن أن تكون، يعني المساواة بين المختلفين، التفريق بين المتماثلين، يعني أن تسوي بين الذكي والبليد، بين العالم والجاهل، بين الصحيح والعاجز، لا يسوى بينهم. يعني الله تعالى فطر الناس على هذا. القرآن الكريم قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش كيف لا يستوون، ولكل درجات مما عملوا، بما عملك هو الذي يجعل لك هذا الصنف الذي يجعلك الناس فيه. حتى عندنا يعني في كلامنا الدارج نقول المكانة الاجتماعية لرون سوسيال، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والبصير يستوي الظلمات والنور؟ نعم، لا يستوون، لا يستوي المؤمنون والكفار، لا يستوي المتقون والفجار، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا يعني جعل المساواة بين كل شيء، هذا ظلم للطرفين، ظلم لهذا العالم أنك لم تعطيه حقه، وظلم لهذا الجاهل أنك تجعله مغرورا وسيظن نفسه عالما. صحيح. وهذا هو الذي حدث كثيرا الآن. مثلا أبسط مثال على ما يكتبه الناس في الفيسبوك. نعم صحيح. وقد تكلمت في مقالي مشكورا على مثل هذا.
يعني أحيانا جهلة بالتخصص يتكلمون في صميم التخصص وكأنهم علماء، يعني يسوون أنفسهم بالعلماء. لماذا؟ لأنه بثقة كبيرة، يعني كبيرة غرتهم هذه اللايكات أو الإعجابات والتعليقات من يقرأوا لهم. يعني شوف درجة من يقرأوا لك أولا، نعم، وشوف نية من يعجب بك إلى آخره. بمعنى أنه إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو الذي جاءت به الشريعة، وليس المساواة. أنزلوا الناس منازلهم بارك الله فيك، لا يستوون. شوف عمر بن عبد العزيز جاءه ابنه يطلب شيئا من بيت المال، يعني كان هو الخليفة، يطلب من أبيه شيئا من بيت المال ليزيد زوجة ثانية. قال له عمر، يعني كيف المسلمون لا يجدون ما يتزوجون به زوجة واحدة، وأنت آتيك بضرة من بيت المال؟ بمعنى يجب أن يسوي بينه وبين عامة الناس. ابنته طلبت منه لؤلؤة، كانت عندها لؤلؤة واحدة، الأخرى كانت في بيت المال، طلبتها منه أن تتزين بها، قال لها لا يحق لك شيء من بيت المال إلا كما يحق لعامة الناس. عمر بن الخطاب في عام المجاعة كان لا يأكل إلا ما يأكله عامة الناس. شوف التسوية، هذه التسوية الحقيقية، بمعنى عند المقدرة، ولكنه يجعل نفسه أحد عامة الناس. هذه التسوية الحقيقية، على علمه، على فضله، على صحبته، على كذا، ولكن هو الذي آثر هذا. هذه التسوية الحقيقية. ولكن أن تجعل الناس سواسية، شوف الحديث قال ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. العالم، العلماء درجات. يعني قديما كان الأستاذ البسيط في الابتدائي وكذا يعامل معاملة العالم، بمعنى أنه يخالف الآخرين. هذا يرشدك إلى ما تفوز به في الدارين. صحيح. الأستاذ على بساطته في الابتدائي والمتوسط وكذا كان مهاب الجانب. نعم. ولكن لما كسروا مثل هذه الرموز، وهذا مقصود يعني في تقريبا في جميع الدول العربية، كسروا هذا الرمز، فأصبح الأستاذ ينظر إليه باستخفاف، بل يطعن كما حدث في نعم. شوف، وأنت تتكلم عن هذه المساواة، أحد الرؤساء طلب بالمساواة في الميراث. تكتب واحدة وتقول يا فخامة الرئيس، المساواة الوحيدة التي يفرح بها جميع الشعب حين تسوي بالعملة الوطنية مع الأورو، هذه المساواة اللي راح نفرح بها، ما هذيك شغلة ربي يعني. هذه هي المنشودة. تفضل. بارك الله فيك أستاذ الدكتور خليل. الشيخ محمد تيمزغين، ما أثر التكافل الاجتماعي في الاقتصاد؟ التكافل الاجتماعي له أثر كبير الحقيقة في حياة الناس من جوانب كثيرة. لماذا؟ لأنه يحرك الاقتصاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان لديه مال فإنه سيشتري، سيلبي حاجاته، وهذه الحاجات من يوفرها؟ ستوفرها مصانع ومزارع الغني، إن صحت هذه العبارة. ففي تحريك لدواليب الاقتصاد، وإذا اشترى واقتنى هذه الحاجات ففيه رواج لسلع المصانع، وفيه تلبية تلك الحاجات، وتطوير للأداء، ورقيا لهذا الجانب. في التكافل الاجتماعي كف عن السرقة، كف عن الابتزاز، كف عن التعدي. فإن الإنسان إذا شعر بأنه إذا عمل كسب فأنفق وعاش، يعني بالمعنى الدارج، فإنه لن يفكر في أن يسرق. وهذا ما هو حاصل في واقعنا إلى حد ما، أنه خفت السرقة إلى حد كبير. لماذا؟ لأن الناس شعر الذي كان يسرق بأنه يمكن أن يعمل فيكسب، ويكسب أحسن. فهذه السرقة، منع السرقة، تعطي اطمئنانا للناس، أنني أكسب وأبذل وأجتهد
أضمن مالي لا يتعدى على هذا المال، وهذا جانب أيضا مهم جدا بالنسبة لهذا الأمر، حتى بالنسبة والأمان تتوحد النفوس وتغدق الأرزاق. بالضبط، نعم، الأمن يورث الكثير، يورث حتى الشجاعة، أنني أتشجع فأقدم على مزيد من الحركة الاقتصادية من التجارات، من الصناعات، من الزراعة، من الخدمات. لماذا؟ لأنه فيه حركية، لأن الناس الآن يتعاملون ويعني تلبى حاجاتهم فتتولد حاجات ورغبات كثيرة. هذا منع الغش أيضا مهم جدا، بمنع الغش يطمئن الناس بعضهم لبعض فينتج عنه. لذلك القوانين مهمة جدا الحقيقة في هذا الأمر، بقدر ما كانوا في ردع أيضا بالنسبة للسلطة لهؤلاء المحتكرين ولهؤلاء الجشعين ولهؤلاء أهل الغشوة، فإنه سيمنع يده من تتسلط على أموال الناس وعلى حقوق الناس وعلى مقدرات الناس، وهذا كله ينتج عنه رواج للاقتصاد. فلولا هذا التكافل الاجتماعي لما كان فيه، لو كان فيه غنى وبخل أو فيه إسراف وتبذير في غير محله، فإنه لن تهنأ الأمور، لن تطمئن، وسرعان ما تتولد عن ذلك صخب وثورات وسرقة وغش وخداع ولهث وراء هذه الحياة، ومزيد من الامتصاص، امتصاص مقدرات الشعوب وأموال الناس. كل هذا لا يعطي اطمئنانا ولا يعطي رواجا للاقتصاد. فالتكافل الاجتماعي الحقيقة أبعاده هي التي تولد الوقف مثلا. نعم، الوقف، نعم، الوقف مهم جدا، له مجال واسع جدا للعمل، لتلبية حاجات الناس. لماذا؟ لأنه يوقف شيء وتسبل يعني الثمرة، فإذا أسبلت الثمرة فإنك ستضمن أن رأس المال موجود، وهذا نوع من أنواع التجارة الحقيقة، يعني بطريقة أخرى فتضمن رأس المال. والآن يتاجر في ويعمل وتثمن أو تثمر هذه الفائدة، والوقف مجال واسع. يعني شوف، لفتة فقط سمعتها من أحد المشايخ يتكلم عن الوقف، يقول لك مثلا صاحب المطعم يستطيع مثلا طاولة وقف، صاحب الفندق غرفة وقف، جميل، هكذا ونفك الغبن عن الناس. صحيح. صحيح. بارك الله فيك دكتور محمد. أستاذ الدكتور خليل، فيه من العلماء من يقسم الفقر إلى ثلاثة أقسام، يقول فيه فقر الكسل وفقر القدر وفقر الإنفاق. ما موقف الإسلام من الضعفاء والعاجزين عن العمل؟ نعم، الإسلام يعني أخذ هؤلاء في عين الاعتبار، لأنه لا يخلو مجتمع من فقراء ومساكين وغرماء تعلوهم الديون إلى آخره، كل المجتمعات في هذه. الإسلام أخذهم بعين الاعتبار وجعل لهم مصارف مؤكدة دائمة أنزلت من السماء في حقوقهم المعلومة، هذه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، نعم، مؤلفة قلوبهم المصارف الثمانية. من المصارف، نعم، نعم، أغلبها للفقراء، فقراء اليتامى، الفقراء المساكين والغارمين، الغارمين فقراء، نعم، في سبيل الله فقراء، يعني هؤلاء الذين عابروا السبيل الذين تنقطع بهم السبل إلى آخره، هؤلاء كلهم يدخلون في هذا الباب. ثم الإسلام شرع أمورا كما أسلفتم، يعني مسألة الوقف مهمة جدا، لأن ما تدره هذه الأموال الموقوفة تصرف على هؤلاء الفقراء ويأخذونها بأريحية، بمعنى بحفظ ماء الوجه، يعني لا يتصدق عليك أحد من ماله، وإنما هو مال أوقفه الناس لله، هو مال الله. يعني أنك حين توقف شيئا في سبيل الله يخرج من ملكيتك، لا يسمى مال فلان، وإنما المال الموقوف وقف لله. فمسألة الوقف هذه يهتم بها المسلمون قديما كثيرا، يعني شوف حتى أنهم يدفعون الغرامات، يعني يدفعون الديون عن الغارمين، بل يدفعون الديون عن الموتى حتى. الله. نعم، وفي الزكوات، شوف الموتى حتى يعني يلاقوا الله تعالى وقت برئت ذمتهم. نعم، الزكوات كانت تدفع للناس، ولكن ليس بهذه المبالغ الزهيدة التي تدفع بها اليوم،
وإنما عمر بن الخطاب قال إذا أعطيتم فأغنوا، بمعنى أنك حين تدفع لأحدهم الزكاة تجعله غنيا لا يحتاج أن يأخذ الزكاة طول حياته، كما يقول النووي في كتاب المجموع، يقول من الضروريات التي تدفع فيها الزكاة المطعم والمأكل والملبس والمسكن، يعني تعطيه ليصبح مزكيا طبعا. قال فإذا كان ذا حرفة، يعني أعطيت له أدوات الحرفة، بمعنى يستغني عن أن يتكفف الناس، وإنما هو الذي سيخرج الزكاة فيما بعد إذا كان ذا حرفة. يقول إذا كان طالب علم تشترى له كتبه وتدفع له مصارفه وكذا إلى آخره، يزوج، الزواج داخل في مثل هذا، قال يزوج وتعطى له فرس، الفرس قديما يعني ما يقابل اليوم السيارة يعني، قال تعطى له فرس، بمعنى كل ضرورياته تلبى من أموال الزكاة. قال حتى أنه لا يطمع في أموال الناس ويعمل على أن يكون هو مخرجا للزكاة بعد أن كان قابضا لها، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير على كل. نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان أول من بادر إلى مثل هذا، قال أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثتي، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي، بمعنى أنك إذا خلف لك أبوك أو كذا من ترثه مالا فهو لك أيها الإنسان، ولكن إذا تركت ذرية ضعافا لا يستطيعون ضربا في الأرض ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء على الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم الفعل في ذلك الوقت، إذن على الحاكم أن يتولى مثل هؤلاء، أن تكون لهم دور تتولى رعايتهم، يعني هذا مشروع في شريعتنا. بارك الله فيك. حق المعلوم، الله سبحانه وتعالى تكلم على الزكاة قال حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للضعيف والمحتاج، ألا يشجع هذا على الكسل؟ صحيح، يعني هذا من الجوانب السلبية، يعني من مضاعفات هذا الأمر، أن الذي في أصله الكسل فإنه يزداد كسلا. لكن ينبغي أن ننظر للموضوع من زاويتين، الزاوية الأولى أن هذه حاجة، والحاجة ينبغي أن تقضى، لديك مرضى، لديك ضعاف، لديك فقراء محتاجون، لا يمكن أن يبقوا هؤلاء حتى أخرج من إشكال، يعني لأنه كسول فأنا لا أنفق على الآخرين، أنت لن تلبي الحاجة، والأصل في المال أنه أمانة بين يديك حتى تنفق وتلبي تلك الحاجات. هذا الجانب الأول مهم جدا بالنسبة لهذا الأمر، فالحاجة تبقى حاجة، ينبغي أن نلبي حاجات الناس، وهذا هو الأساس التكامل بين الناس. لكن من ناحية أخرى، الإسلام نفارة من هؤلاء الكسالة، ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع قال فليحتطب، بدل أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الذي كان يسأل جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعطاه ماذا عندك؟ قال لدي غرض من الأغراض، إيتي به فباعه فأعطاه نصف ثمنه، فقال اشتري به كذا وبدأ اعمل. اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا مبدأ عام يعني في هذا الأمر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مشهد يعني مرهب الحقيقة، يعني رهيب، أنه أحد هؤلاء الذين كانوا في الصفة توفي، فالناس صحابة جمعوا أغراضه فوجدوا دينارا ذهبيا في غراضه، وأهل الصفة هم الفقراء الذين لا يجدون مأوى، وهو في هذه الحال، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أن له دينار، يعني هذا يخفي، فقال رسول كية من نار، يا الله، يعني ماذا؟ لأنه ليس لا تستحقها، فأنت هذا المال الذي أخذته بغير حق حرام عليك، فينبغي أن تعمل، فينبغي على الذي ينفق أن يضعها في موضعها، يسأل فيه حاجات، فينبغي أن تدقق وأن تسأل حتى تخرج من هذا الأمر. وهذا هو الفارق بين السائل والمحروم، السائل هو الذي يظهر عيانا فيسأل، لك المحروم فعلا ذوي الحاجات وينبغي أن نبحث عنه حتى نلبي حاجاته. حتى نلبي حاجاته. بارك الله فيك. لما يبقى من الوقت الكثير أستاذ الدكتور، نتكلم على مزايا الضمان والتكافل الاجتماعي في الإسلام، وهل تفرد بهذه التشريعات عن باقي الأديان؟ طبعا، شوف، الإسلام في مسألة التكافل الاجتماعي وكذلك الضمان الاجتماعي، يعني يتقاربان في مسألة التكافل،
الإسلام جعله إلزاميا، خذ من أموالهم، للحاكم السلطة التقديرية في أن يأخذ من أموال هؤلاء. من لا يدفعون الزكاة أحيانا يعزرون بنصف مالهم، وليس ب 2.5%، يعزر في نصف ماله. يعني إذا كانت الشريعة مطبقة بحذافيرها، هذا النظام التكافلي في الإسلام له امتداداته في المجتمع، بمعنى أن هذه الأمور الوقفية التي يوقفها الناس ويتكافل منها الناس، هذه الأمور التعاونية بين الناس عن طواعية، هذه أولا الإلزام يكون إذا كانت السلطة، لكن إذا كان الأفراد أفراد طواعية، يعني الوازع الديني هو الذي يتحكم فيهم، والمزاوجة بين هذين كان على مر التاريخ الإسلامي تقريبا. ثم من مزايا أيضا التكافل الاجتماعي أنه ينال كل الاحتياجات الإنسانية النفسية والمادية. الأنظمة الأخرى تشتكي من هذا التكافل المفروض عليهم. شوف مثلا في فرنسا، وهي تتبع النهج الاشتراكي يعني في التعامل الاقتصادي بينها، يعني ليست كرأسمالية أمريكا وكذا، يعني عندهم التقاعد، عندهم هذه الاشتراكات، عندهم يعني منحة البطالة، عندهم كذا، ولكن الفرنسيين يشتكون من هذا الذي يدفعونه من غير طواعية، يقولون هؤلاء الذين ندفع لهم ولا يعملون عاجزون، أحيانا يأتون مهاجرين من خارج فرنسا وندفع لهم مثل هذه المنح البطالة والتقاعد وكذا، وهذا على حساب رواتبنا نحن. إذن لننحي هذا من الآن، اليمين المتطرف يعمل جاهدا على أن يطالب بهذا، بأن يقطع مثل هذه الإعانات. بمعنى الناس إذا تركوا إلى أهوائهم، لا أدفع لك وأنت غير ذي نسب معي، لا أمت لك بصلة، لماذا أدفع لك؟ ولكن الإسلام لا، الإسلام راعى حتى أهل الذمة، حتى غير المسلمين، يعني بالجانب الإنساني، يعني هو أخوك في الإنسانية. إذا كان مجوسيا أو مشركا أو ملحدا وكذا، يحتاج إلى أن يأخذ ضروراته إذا كان يعيش في كنف المجتمع المسلم. إذا كان يعيش في كنف المسلم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم. إيه. نعم. وظهروا على إخراجكم وأن تبروهم وتقسطوا على ولم يظاهروا على إخراجكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. بارك الله فيك أستاذ الدكتور خليل قاضي، أستاذ العقائد والأديان، متخصص في القراءات القرآنية جامعة الجزائر، وشكرا جزيلا. دكتور محمد تيمزغين، أستاذ الدراسات القرآنية من جامعة الجزائر، شكرا جزيلا. أهلا على هذه الدرر. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكريمات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحلقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العظيم. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.